نروح بقى للاتحاد الافريقي. اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم الدوله المستضيفه لبطوله كاس الامم الافريقيه نسختي 2025 و2027، وقال باتريس متوسيبو رئيس الكاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المكتب التنفيذي في القاهره ان المغرب فاز بحق استضافه امم افريقيا 2025. حقهم الحقيقه، يعني هم عاملين منتخبات حتى على مستوى السيدات والمستوى الرجال بصراحه، وعندهم ملاعب مميزه جدا وعندهم بنيه تحتيه مميزه جدا. لا حقهم يعني. متوسيبو تابع بقى قال فازت كينيا واوغندا وتنزانيا بحق استضافه بطوله امم افريقيا 2027، ده طبعا ملف مشترك زي ما حضراتكم عارفين. المغرب سينظم امم افريقيا للمره الثانيه بعد تنظيمه سنه 88 اللي فاز بيها طبعا منتخب الكاميرون، وكان المغرب قد اختير لتنظيم امم افريقيا 2015 لكنه طلب تاجيل الامر بسبب وباء ايبولا ساعتها يعني، لكن الكاف رفض الطلب المغربي ساعتها واسند التنظيم الى غينيا الاستوائيه. الجديد بالذكر ان منتخب اسود الاطلس توج بكاس امم افريقيا مره وحيده سنه 76. طبعا فوزي لقجع عامل مجهود كبير جدا، والمغرب عندها بيئه تحتيه قويه وعندها منتخبات قويه الحقيقه، يعني رغم ان المغرب بالفتره الاخيره افريقيا ما بتفوزش كتير يعني، لكن في كاس العالم هم رابع العالم. فيعني لا، احنا قدام دوله عندها نظام حلو ووصل منتخباتها لشيء كويس، وكمان احنا هنتكلم بقى ان حسن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الجدل حول موعد اقامة كأس امم افريقيا 2025 اللي فازت بلاده بشرف تنظيمها يعني. واكد لقجع في تصريحات لراديو مارس ان كأس الامم الافريقية ستقام في المغرب خلال صيف 25، هي دي النقطة، صيف 25، عشان لسه بعد كده هنتكلم بقى الاخبار اللي معانا اللي جاية كمان هتقول لنا ان ده ممكن وارد ان هو يتأجل. أضاف الكان ستنظم في الصيف حتى تقام في ظروف وأجواء جيدة بالمغرب، نحن نريد أيضا أن نفسح المجال في الصيف وتحديدا خلال العطلة للجالية الأفريقية من أجل أن تأتي إلى المغرب وتتابع البطولة، وأتم نراهن أن هذه النسخة ستكون استثنائية بكل المقاييس في ظل البنية التحتية المميزة للمغرب والملاعب المجهزة بأحدث التقنيات. يذكر أن بطولة أمم الأفريقية دائما ما تقام خلال شهر يناير وفبراير، إلا أن النسخة التي استضافتها مصر سنة 2019 لو تفتكروا أقيمت في الصيف قبل أن تعود للتنظيم في شتاء في الكاميرون خلال العام الماضي، وستقام أيضا في نسختها 2024 اللي هي اللي جاية دي إن شاء الله في كوتيفوار في يناير وفبراير المقبلين قبل أن تعود لتقام في الصيف في المغرب 2025، ده حسب تصريحات فوزي لقجع. نركز بقى مع بعض في الكلام اللي جاي ده. صيف 2025 هتكون أول نسخة لبطولة كأس العالم للأندية من نظامها الجديد اللي هي في يونيو وليوليو بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فرقة على مستوى العالم ومنهم الأهلي والوداد المغربي. وبالمناسبة يعني ده يتعارض مع تصريحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي اللي أكد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2025 في الصيف. أكيد مش هتبقى كده، أنا أتمنى إنها تبقى في الصيف لأن ده أحسن لنا. يعني انا ما بحبش البطوله اللي بتتلعب في يناير وتعطل اللعيبه المحترفين، يا اللعيبه ما تجيش يا تسيب فرقها في وضع صعب جدا وتيجي تلعب بطوله امم افريقيا. فانا اتمنى انها تبقى في ميعاد مش في يناير يعني، لكن الفيفا اكيد هيتدخل وهيكون في تعديل او تاجيل، وده بنسبه 100% لان الفيفا مش هيقدر يغامر بعوائد تسويقيه لاول نسخه في البطوله اللي بيراهن عليها اللي هتجمع اكبر انديه من العالم ومنها الاهلي وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي. ولذلك مفيش اي مسؤول في الكاف اعلن بشكل رسمي اقامه كاس الامم الافريقيه 2025 في الصيف، مفيش غير فوزي لقجع بس في تصريحاته اللي ذكرناها لحضراتكم من شويه يعني. وطالما الكاف لم يعلن بشكل رسمي يبقى لسه في كلام. انا من الناس اللي بتحب بطوله امم افريقيا تتلعب في الصيف، ما بحبش بطوله امم افريقيا تتلعب في يناير. ليه؟ لان ليفربول مثلا في البطوله اللي فاتت فقد اهم عنصرين عنده محمد صلاح وماني، وخسر عدد ماتشات مش قليل في عدم وجودهم، وكان عدم وجودهم ليه تاثير ان ليفربول ما ينافسش على الدوري. وفي العكس لعيبه ما بتجيش تساهم مع منتخباتها، وده حصل مع منتخب نيجيريا مثلا، ان منتخب نيجيريا لعيبته كله كانت لسه منتقله في انتقالات يناير، فكله فضل انه يفضل يثبت نفسه مع النادي، عايز يثبت نفسه مع النادي بتاعه. ما انا يا همشي وهيجي واحد اوروبي يلعب مكاني، يا إيه اللي انا هفضل هنا ومش هروح المنتخب، وده حصل مع بعض المنتخبات منهم نيجيريا مثلا. فبالتالي هو ميعادها مش مناسب لا للعيبه ولا لانديه اوروبا، هو اساسا مش ميعاد مش مناسب لاي حد خالص، ولا حتى للمنتخبات اللي هي العربيه ولا الناس دي كلها. في تعارض كبير جدا في بطولات الكاف مع البطولات المحليه في العالم كله ومع البطولات بتاعه الفيفا كمان. بالمناسبه احنا لعبنا كاس العالم للانديه لو تفتكروا، لان مصر كان ماتش مصر وغانا في النهائي، مصر والسنغال في النهائي،
واحنا بنلعب في كاس العالم للانديه بالناشئين، ودي بطوله فيفا ودي بطوله كاف، يعني بطولتين رسميين. فبالتالي الموضوع صعب، انت لما بتلعب بطوله رسميه زي كاس العالم للانديه من غير لعيبتك الدوليه عشان بيلعبوا بطوله افريقيا، ده شيء مش سهل ابدا، يعني ده شيء صعب جدا. فهي البطوله نفسها الاحسن انها تتلعب في الصيف طبعا طبعا، لكن النسخه دي اللي بيتكلم عليها فوزي الاقجع 2025، ده اول كاس عالم للانديه بالنسخه اللي فيها 32 فريق، فاكيد اكيد مش هيبقى متاح ان انت تلعبها في وقت كاس العالم للانديه، ده الانديتك انت اللي فيه نادي مغربي مشارك اصلا. فاكيد الفيفا هيلاقي حل في الموضوع ده، يعني اكيد يا هتتلعب قبل او بعد، بس اتمنى انها تفضل في الصيف عشان النقطه اللي قلت لكم عليها دي، يا لعيبه بتخسر انديتها يا انديه بتخسر لعبتها، ففي تلك الاحوال هي مش حلوه، هي مش حلوه خالص انها تلعب في يناير. دي يناير دي محدش بيلعب في اي قاره في العالم البطوله كل سنتين وفي يناير، مفيش لا اوروبا ولا امريكا ولا اي حد في العالم بيلعب بطوله كل سنتين، ده مجهود غير عادي على المنتخبات، لان انت بتخلص البطوله تلعب تصفيات البطوله اللي بعدها وبعدين تصفيات كاس العالم تخش معاك، اجهاد للاعبين بشكل غير منطقي يعني. وفي نفس الوقت انت بتعطل لعيبه عن انديتها، طب ليه ما تعطلش لعيبتك عن انديتها؟ وانت المره اللي فاتت قالك ايتو ينتصر لافريقيا، انتصر لافريقيا في ايه؟ انت عطلت، ده انت منتخب الكاميرون نفسه واخد لعيبته من اوروبا كلها، فضى تقريبا 20% من انديه مهمه في اوروبا، تخيل